السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين أم سلطان. وصفتنا ديال اليوم كيك بالشوكولا، كيجي زوين بزاف. كنتمنى إن شاء الله تجربوه، غادي ينال الإعجاب ديالكم. اللي أول مرة غادي يشوف القناة ديالي يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا أي جديد. وما تنساوش تشجيعاتكم ليا بلي لايك وتبارطاجيو مع الأحباب ديالكم لتعمل فائدة. نمشيو المقادير وطريقة التحضير. تحتاجو في المقادير 3 ديال البيضات يكونوا في حرارة المطبخ، جوج ساشيات ديال خمارة الحلوى، ساشي ديال الفاني، جوج ساشيات ديال الكاكاو ولا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر. كنحتاجو كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال السكر، كاس لاروب ديال الزيت، وشوية ديال المكسرات اختيارية، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. انا هنايا عندي جوج كيسان ديال الدقيق. اول حاجة غادي نخدمو البيض هو والسكر سنيده وصاشي ديال الفاني، شويه ديال الملحه. صافي غادي نخلطو هادشي مزيان حتى ينسجموا لينا العناصر ونحسوا بالسكر سنيده داب لينا. غادي نزيدو المكونات اللي عندنا. ديت قشور ديال الليمون، يمكن لكم تستعملوا الحامض، هذه كاضافه كيحيد لنا الريحه ديال البيض، وفي نفس الوقت كيعطينا لذة زوينه للكيك وكيتواتى مع الشوكولا. غادي نضيف الدقيق تدريجيا. ضفت ليه جوج خمارات حمرين وزوج ساشيات ديال الكاكاو. غادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. Come on in,
je peux te dire pourquoi je peux te donner comme un peu il n'aurait de la جوج كيسان ديال الدقيق اللي هزات ليا الكيك يمكن ليكم تهز ليكم اكثر ولا قل على حساب البيض الا كان الحجم ديالو كبير. انا هزات ليا جوج كيسان ديال الدقيق، هذا هو الشكل اللي خاصنا نحصلوا عليه باش كنديروا رقم 8 كي كيبقى لينا في الخليط. صافي غادي ناخذ مول اللي كيدخل الفران كندهنوه بالزيت رشوه بالدقيق وكنخويو الكيك من الفوق باش كتجينا مهويه من الداخل ملي كطيب. كتهزوا الخليط ديالكم حتى للفوق وكتصبوها في الكيك، وفي هذه المرحله انا مشعله الفران يكون سخون على 180 درجه. غادي نضيف لها شويه ديال المكسرات، هنايا درت لها شويه ديال القرقع شويه ديال اللوز من بعد ما ضفت له شويه ديال الدقيق باش ما يهبطش ليا القاع لتحت يبقى ليا الفوق. هنايا كاضافه خديت هاد السباتول درت لها شويه ديال الزيت باش كيجيني الشكل ديالها من فوق ملي كطيب كتجي مشقه. غادي ندير لها بحال هذا الشكل وغادي نضيف المكسرات اللي عندي وندخل الكيك غير من التحت حتى كتنفخ وكطيب لينا مزيان. عاد كنشعلوا لها من الفوق تقريبا 5 ديال الدقائق، خدات لي تقريبا ساعه الا ربع. صافي غادي ندخلها طيب على خاطرها. من بعد ما طابت ليا كتشوفوا الشكل النهائي ديالها هو هذا، كتجي زوينه بزاف وكتجي منفوخه. غادي نسقيها بالشوكولا من الفوق، خديت شويه ديال لا كريم فريش ولا كريم شونتي سائله، سخنتها شويه وضفت ليها معلقه كبيره ديال نوتيلا. يمكن لكم تستعملوا غير الحليب وتضيفوا ليه مكعبات شوكولا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي الكيك خفيفه بزاف ولذيذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش كيف ديما تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاحباب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده.